في قمة هي الأولى من نوعها، اجتمع رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة مع نظرائهم الأمريكيين في مدينة أتلانتا في مركز كارتر لكي ينقلوا رسالة موحدة بصوت واحد، تأكيدا على أهمية السلام والحضور المسيحي في موطن يسوع. أول إشي كان بعتقد كان مؤتمر ناجح جدا، أول مرة بيصير لقاء بين رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة ورؤساء الكنائس في أمريكا. كان في لقاء مع رؤساء كنائس من أمريكا، وهذولة الرؤساء الكنائس من أمريكا بيمثلوا حوالي 100 مليون شخص. فسمعوا صوتنا، سمعوا قلق رؤساء الكنائس المحليين، سمعوا الخوف على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة وخصوصا في مدينة القدس. الكل شعر بينا، شعر بهذا القلق، شعر بهذا الخوف. طلبنا مساندتهم، طلبنا مساعدتهم، طلبنا كمان ان هم يشجعوا السياحة والحجاج يرجعوا للأرض المقدسة، لأنه هذا دعم قوي جدا للمسيحيين المحليين، لأن الأغلبية منهم بيشتغلوا في مجال السياحة. لأول مرة رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة يلتقوا مع رؤساء كنائس في الولايات المتحدة، وبصوت واحد قالوا أننا نحن هنا والصوت المسيح الكنسي وجب أن يسمع، ولنا موقف ولنا رؤية للمستقبل في الأرض المقدسة في الشرق الأوسط. وفي ختام القمة التي استمرت يومين متواصلين، صدرت مذكرة شاملة تتضمن اتفاق رؤساء الكنائس على ضرورة العمل لتفعيل ما جاء فيها وتوجيه رسالة رسمية إلى الرئيس الأمريكي. هذا الحفل الذي سيضم حوالي 100 شخصية مهمة من فلسطين ومن أمريكا، ولكن بالأخص من أمريكا، سيكون حدث مميز. ستنبثق عن هذه القمة وثيقة تم إعداد المسودة الأولى لها، بالإضافة إلى 10 توصيات مهمة. إحنا ما بديناش الأراضي المقدسة بدون مسيحيين، ما بديناش الأماكن المقدسة يصيروا متاحف بدون ما يكون في مسيحيين محليين. هذه هو فحوى ومضمون الرسالة اللي قدمها رؤساء الكنائس. بيان كان واضح ودقيق، ونعم في البيان كان في رؤية ماذا وجب أن يعمل، ما هو الوضع، وكيف يمكن التشبيك بين كنائس القدس وكنائس أمريكا، وكيف يمكن المتابعة، وكيف يمكن تثبيت الوجود المسيحي في الأرض المقدسة.